عام 314 قبل الميلاد نجا شخص من أصول سورية اسمه زينون من حادث غرق قبالة سواحل أثينا. وبهذاك الوقت كانت الفلسفة اليونانية بذروتها، فتعلم على إيد أشهر الفلاسفة لمدة 20 سنة. ولما كان عمره 42 سنة أسس مدرسته الفلسفية باسم الرواقية، نادت فلسفته بمفهوم المواطنة العالمية. وبعام 200 ميلادي حصل جميع رعايا الإمبراطورية الرومانية على حقوق المواطنة بفضل فلسفة زينون وعبارته اللي تبنتها الإمبراطورية: كل البشر إخوة. توفي زينون لما كان عمره 90 سنة مكرم من أثينا اللي لجأ إلها.